منطقة القادسية الثانية في مدينة الرمادي، منكوبة تخلو من أدنى مقومات الحياة الكريمة وفاق ما نكبتها اليوم إنذارات حكومية عاجلة بالعشرات لأصحاب منازلها المعدومين بإخلاء منازلهم. احنا منطقة قادسية الثانية بالتيميم، قادسية الثانية التجاوز. اجوا ناس يعني بلغونا يعني قبل 3 أيام 4، قال لكم اسبوع يعني خلال 10 أيام انتم ما تظلون هنا، ويعني ما بلغ لا لكم ولا لا قال راح نعطيكم بديل لا قبل، قال اذا ما موجودين مثل تبقون هنا بالبيوت نفلش البيوت فوق روسكم. اذا فلش البيوت ما فكر بالنساء، ما فكر بالاطفال، ما فكر هاي العالم الشياب وين تروح. الإنذارات بالإخلاء لم تأخذ بعين الاعتبار حاجة أهالي منطقة القادسية الثانية لبديل يلجأون إليه هربا من برد الشتاء ورحلة تشرد قاسية جديدة. وين هذا حكيهم قبل انطوا بالبيوت وعدل صار بالمنصب وقعد على الكرسي، هسه أنا يعوف العالم، ما يصير هذا الحكي، ما يصير يا يابا، ما يصير هذا، حتى الله ما يقبلها من فوق. وتهجوا هالاطفال هاي وهالنساء وهالكبار الشياب والعجايز بهالشتاء على وجه الشتاء، هذا مو صحيح، هذا لا يرضى به الله ولا الاسلام. أهالي منطقة القادسية الثانية يطالبون الجهات الحكومية بتحمل مسؤولياتها وتأمين المساكن البديلة لهم، منتقدين المرشحين للانتخابات بعد عام 2003 الذين استغلوا حاجة أهالي المنطقة وأطلقوا الوعود بتأمين حياة كريمة لهم، لكن شيئا لم يتغير. انت يا مسؤول اللي رشحت للانتخابات وانتخبناك ووقفنا لك، تعال شوف هاي الناس اللي راح يفشون بيوتها وين تروح؟ مو تنطي لي كرفان بال 18 غادي السماء والطارق، لا مستوصف لا مدرسة، هاي مدارس 8 موجودة، هاي كل شيء انتوا همتكم المدارس؟ ما همتكم المدارس، فهاي الناس امانة برقوتكم، شبعتوا واطلعوا من الحكم عوفوا لغيركم، بلكت ناس تقدر توجه علينا، تقدر تصد علينا، بلكت تستقطينا شوية. يعني هاي مو وضعي، هاي بيت يعني بيت يعني بتشيك وتجي تفلش ليش؟ القادسية الثانية وعائلاتها الفقيرة مهددة اليوم بالزوال كما العشرات بل المئات من المناطق السكنية على أرض العراق، هذا البلد الذي بات عنوانا للأزمات ويعيش أبناؤه منذ سنوات مشقات كبيرة حملتهم على الهرب منها بعيدا وتحمل آلام النزوح واللجوء والتشرد ومآسيها. Yeah, got it.